السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي داخل الوطن الحبيب وخارج الوطن الحبيب. عدنا والعودة أحمد يا جماعة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة يا رب العالمين، والسعادة لقلوبكم الطيبة. وشكرا جزيلا الشكر إخواني أخواتي، وصولنا إلى مسقط رأسي قصر تبنى التوت آيتي زدك ميدات الغالية عاصمة التفاح والمسجد الجديد ما شاء الله. قصر تبنى التوت يا إخواني أخوات أما يسمى بدوار تبنى التوت أو قصبة لها تاريخ عميق، لها ذكريات لا تموت. إذن وقع ترميم البوابة 25/1/2017، أشجار التفاح والكراميس والقرقاع. بسم الله بسم الله، السلام عليكم. إذن إخواني أخوات ناس طيبين ناس العزاز، هذه هي بوابة، هذا هو بوابة التي يدخل منها الجميع آنذاك. وهذه المنطقة يا إخواني يا أخوات، أنا جلست هنا شربت الشاي ومية باردة وتذكرت تلك الذكريات الجميلة في هذا المكان يا إخواني يا أخوات. لو تكلم هذا المكان لقال لكم الكثير والكثير. هنا إخواني أخوات نجتمع في الليلة، هنا أيضا نجتمع يوم الأعياد، عيد الحد قبل الذهاب إلى الصلاة هنا نجتمع، هنا أيضا جلسات للنقاش والحوار. وما أقول لكم بأن قصر بوابة واحدة، الكل يدخل من هنا والكل يخرج من هنا. وكانت حياة جميلة، وكانت أيام حلوة، وكانت ذكريات لا تموت. أواخر الخمسة أواخر الستينات والسبعينات إلى أواخر الثمانينات. إذا أول خطوة سأتجه إلى بيتنا ومسكننا، ثم سنستكمل معكم الجولة تشاهد ما تبقى من الدوار. أتذكر أشخاص، أتذكر عائلات كل تحت التراب. اللهم ارحم أرواحا فارقتنا وتركتنا حنينا في القلب لا يفارقنا. أتذكر العائلات الجيران كنت تحت التراب. اللهم ارحم والدي وأمي وارحم جدادي. هذه بيتنا يا إخواني أخوات، هنا قضيت سنوات وسنوات، وهنا قضيت الشباب. يا زمان تكلم يا زمان. أمي الحنونة وأبي الحنون تحت التراب رحمة الله عليهم. أمي الحنونة وأبي الحنون تحت التراب. اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعل الجنة مستقرا لهم. يا الذكريات اخوتي، يا الذكريات. عائلات وعائلات هنا وجيران من اخواني يا اخوات، اقول لكم بكل صراحة سيكون يوم اخر في جولتي، وسيكون يوما أتذكر وأتذكر أسماء بدون ذكر الأسماء كنت تحت التراب. أذكر أمواتكم بالخير ودعوا لأمواتكم بالخير. اللهم يغفر لهم وارحمهم واجعل الجنة مستقرا لهم. كما تشاهدون يا إخواني يا أخوات، ما تبقى في المعلومات التاريخية لترك أجدادنا، وكل شيء كل شراب وشطاح. أتذكر أواخر الستينات والسبعينات
حتى أواخر الثمانينات كان القصر مزدهرا، كنا نعيش في عائلات واحدة، كثرة السكان، لكن الحمد لله كانت لنا اليد في اليد نعيش حياة واحدة. لا فرق بين أحد وفرق بين هذه العائلة. كانت حلاوة الحياة، كان الشباب ومر الشباب ولن يعود الشباب يوما ما. ونشأت تلك، لا تذكر أيضا العائلات أكثرهم تحت التراب، إلا بعض الأمهات ما زلنا على قيد الحياة، نتمنى لهم الصحة ثم الصحة ثم الذرية الصالحة. ثم يا الحبام من تمنع التوت، من قصر تمنع التوت، أمامكم بيتنا يا إخواني يا أخوات مرة ثانية. السكوت علامة الرضا، السكوت علامة الرضا. هذا المسجد يا إخواني أخوات، المسجد القديم، وهذا المسجد القديم، هنا بيت الطور للجماعة، هناك دائما يكون جايب عندنا طور للجماعة، الكل يستفيد منه. ثم تأتي أيام أظن ليلة 27 أظن، ثم يذبح والكل سيأخذ حقه من ذاك العجل الذي تربى وترعرع في المنطقة حرا. هنا أتذكر أيضا وأتذكر العائلات، أتذكر رغم أن سقوط بنايات، لكن لا أنسى العائلات. هنا كانت هناك أيضا بوابة إلى أيضا، ثم أغلقت ويستغلون المنطقة. هنا أتذكر العائلات التي قضينا معهم شباب، كانت أمهاتنا وأباؤنا كلهم، كانت حياة حلوة، كنا نعيش كإخوان أخوات بدون مشاكل، كنا نعيش اليد في اليد، كنا نستفيد كثير كثير من الأجيال التي خرجنا من هنا. عاود كملنا، إذا خرجنا إلى هنا، وهنا السفر جل، وهنا حدا، لاباس عليك، من ذاك محدا، هنا غرون، كلشي مزيان، إوا الحمد لله، شكرا خاي محدا، والله إلا بخير، الحمد لله، كلشي مزيان. تهنا الحمد لله خير لاباس صح كلشي غنيان راه سوق ديال مان الجمش ايوا مان الجمش يا ودي شويه امان شوي انا نقصان اذا تفاح لي ربي الخير ايوا الحمد لله الحمد لله يلا نسوات بارك الله يلا بارك الله راه سوق ها نتكرشوا شويه نتكرشوا شويه الوقت المسجد اخواني يا خوات التفاح الصفرجل وأي رحلتنا تستمر إخواني أخواتي. تذكر هنا تقام صلاة العيد، هنا أنرار، إذن هنا إخواني أخوات أيضا ذكريات وذكريات.
ذكريات وذكريات، أيام زمان، أيام الشباب، أيام الطفولة. لهذا قلت لكم يا إخواني يا أخوات، الرجولة منذ الطفولة، الرجولة منذ الطفولة. الجيل الجديد ما شاء الله، القراقع، التفاح، اللوز أمامكم، وسنستمر جولتنا في مسقط رأسي. أحلى ذكريات من الذكريات لا تموت، أحلى ذكريات من الذكريات لا تموت. إذن مرحبا، السلام عليكم. وكيف داير اللاباس؟ ثانية شكون معنا؟ إيوا الحمد لله والشكر لله. تبرتي شوية؟ زعما عرفت أنا شكون معنا بعدا. احنا كنذكروا الأيام.